اي صبحي وين كل هاي السنين؟ قالوا صاير شيخ. هاي الدنيا تلاهي حسيب تلاهي. المهم هسامي جيتك بشغله، اريدك توصل لي كلمتين بخالك حمادي. شوف صبحي لا تدخلني بشغلك، خليني راسي بارد. تريد انت خابره وفهمه. لا 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 لا، اني ما استخدم تليفون بشغلي ويا الكبار. طبعا حسيب احنا جيل الطيبين ما نحب هاي السوالف. نحب اللمه. ايه صحيح تحب اللمه. هو انت الواحد اذا شافك كانه ما شايف كابوس. هاي سولفها على الدبه. نهاية حسيب ترى بعدين ازعل عليك وخالك هم راح يزعل عليك. اعوذ بالله منك، فهمني ايش رايك. قول له الرساله وصلت والرد قريب كلش. هي هاي كلمتين اللي خايف تقولها بالموبايل؟ سهله عود انا فهمها. الرساله وصلت، هاي كلمه بيها معنى، بيها فلوس يعني دفعه، وانت لازم تفهمه هذا الشيء. ماشي انا فهمه. هسه عوفنا من هذا الموضوع. قالوا صاير شيخ وتفك السحر وتمشي المشلول وتشفي المريض. اي وانت هسه شوجعك؟ مفاصلي اسم الله عليك، مفاصلي مثل الخشبه. اريد خلطه حلوه ترجعني شباب، ولو الا ليت الشباب يعود يوما. الخلطات يم خالك. هيك الحكي. هسه شو تريد اجيب لك؟ شاي لو حامض؟ شاي حتى نبقى نسولف على راحتنا. ماشي عيوني. عزوز ناس هادي شاي ومي بارد لعمك. ازيدك في شكر؟ ايه شكر زايد. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا صدق جني، وين راح؟